الليلة اللي هي ليلة القرآن بامتياز، وأنا بين الشيوخ الكرام والحضور لا يسعني إلا أن أحمد الله سبحانه وتعالى، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا مع أهل الله وخاصته وهم أهل القرآن خير أهل الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم في الدراسة أولا، وأن تركزوا في دراستكم على بناء المستقبل لهذا البلد الحبيب، وكذلك بالخلق العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فلم يقول أكثركم عبادة. مثلا تقدر تكون العبادة ديالك عبادة بسيطة، يعني عندك المعدل 5 ولا 6 على 10، كتقرأ القرآن، كتصوم رمضان، كدير الصلوات ديالك، كدير بعض النوافل الخفيفة، ولكن إذا كانت عندك الأخلاق عالية هادشي إن شاء الله غيجعلك من الفائزين ومن المحبوبين في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يفتخر بك بحسن خلقك. وإن يعني حسن الخلق لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله سبحانه وتعالى غير بحسن الخلق دياله كيكتبوا بأنه بحال كيقوم الليل كل نهار وكيصوم، يعني الصيام الكثير كيكتب ليه في الصحيفة دياله. بماذا؟ بحسن الخلق. وما أدرك ما حسن الخلق. جاءت إحدى أمهات المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. فلا تبخلوا على أنفسكم. جاءت إحدى أمهات المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن جارتي فلانة صوامة قوامة. ما معنى صوامة قوامة؟ بصيغة المبالغة، يعني كثيرة الصيام وكثيرة قيام الليل. وشكون فينا اللي كيقوم الليل؟ وشكون فينا اللي كيصوم يعني بكثرة؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. قالت: جارتي فلانة صوامة قوامة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فماذا كان النبي جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار، هي في النار. وأعاد يعني هذه الجملة القاسية 3 مرات، ولو قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لكفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن لماذا كررها 3 مرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يبين خطر الشيء وعظم ذنبه فإنه يكرر الأمر 3 مرات، أو يقسم يقول مثلا: والذي نفس محمد بيده. فماذا بماذا نفعتها يعني هذه الأعمال الكبيرة في نظرنا نحن؟ كثرة الصيام وكثرة القيام لم تنفعها إن لم تتب. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجه الكلام إلى إحدى أمهات المؤمنين حتى تبلغ هذا الكلام. ولهذا يجب علينا حفظ اللسان. مع الأسف في بعض الأحيان كنوليو اللسان ديالنا غير غادي، الكلمة ما كنوزنوهاش. وجاء في الحديث الرجل: إن الرجل يقول الكلمة من سخط الله تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولهذا أهم حاجة نوصيكم بها وأوصي نفسي أولا هي الإنسان يرد البال لكشي اللي كيقول. وبطبيعة الحال لما كنقولوا اللي كيقول حتى داكشي اللي كيكتب، لأن دابا ولا هادشي ديال الانترنت وديال التواصل الاجتماعي، راه الحاجة اللي كتكتبها ما يلفظ من قول
إلا لديه رقيب عتيد. أنت كتكتب واحد الحاجة يمكن كتدخل في سباب وشي أمور وكذا وراه داكشي كيتشجر عليك، بل أكثر من هذا كدير عليك الشهود الانترنت كاملين في داك، إلا كنتي في الفيسبوك ولا في شي حاجة ولا كذا غير شي سبة سبيتي درتي داك الناس كاملين اللي كيدخلوا لديك لاباج درتيهم شهود عليك، وشهود الدنيا شهود الآخرة. ولهذا يعني الإنسان هادشي ديال الانترنت يتعامل معاه بإيجابية ماشي بسلبية، ويحسن الأخلاق ديالو ويحافظ على حسن المعاملة مع الزملاء ديالو، مع العائلة ديالو، مع الإخوان ديالو، مع الأساتذة ديالو، مع المحيط فين ما كان، فين ما كان يكون نوارة، يكون نوارة باش بالأخلاق ديالو، بالصمود الأخلاق ديالو. لأن الأزمة ديالنا حاليا أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. والدين ديالنا راه ماشي غير عبادة، هو عبادة وأخلاق. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الزواج شرط شرطين، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. يقدر يكون التدين ديالو مزيان ولكن الأخلاق ديالو ماشي هي هذيك. فهاد الشرطين يعني الإنسان يجتهد باش يكون في هاد الصفتين هادو يكونوا فيه. واخا العبادة تكون قليلة على قد الحال، إلا ما قدرش يجتهد في العبادات ولكن الأخلاق ديالو يجتهد فيها، باش النبي صلى الله عليه وسلم يفرح به يوم القيامة، يكون فرحان بك ماشي غضبان عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحفظ، ونطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، ويهدينا إلى سواء السبيل.